سردار نشان اخواني الاعزاء، نقلنا لكم سلام يا مهدي من مسجد وحسينية فاطمة الزهراء عليه السلام في ناحية القصام. طبعا من الحملات الجمهورية الإسلامية الإيرانية حملة طلاب يوفقهم يسدد خطاهم إن شاء الله. نعم، طبعا ناخذ كلمة من الأخ العزيز أبو فاطمة بخصوص الحملات. نعم نعم، بعد قليل ان شاء الله. یه صلوات دشمن شکن بفرستید و خیلی بلند. بچه‌ها
قسم که سلام فرموده دو رو تا آماده میکنم که پخش بشه، دعای فرج رو من فاطمه گفتن دعای فرج رو بخونیم، همه با هم دعای فرج رو بخونیم، بعد آماده میشیم برای سلام فرموده دو. جزاهم الله خیر، جزا اصحاب حسینی. رحمتك يا أرحم الراحمين. Yeah.
أبو فاطمة متولي الحسيني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. حقيقة اليوم تشرفنا، لنا الشرف الكبير باستضافة مجموعة شيخ مرتضى من مدينة مشهد حرم الإمام الرضا سلام الله عليه وعلى آل بيته. راح تشرفنا ولنا الشرف يعني الكبير، والله الفرحة ما تسعني ويكون التعبير يعني من كثر الفرحة اللي أنا بداخلي. الشيخ مرتضى والجماعة ما قصروا إن شاء الله، وهنا الأطفال إن شاء الله كلهم راح يدرسون حوزة علمية، درسون حوزة الشيخ يقول دراسة حوزة إن شاء الله، وإحنا بشرفهم وكل ما يجون إن شاء الله يجون بهالمكان هذا وإحنا نشرف إن شاء الله. إن شاء الله. بچه‌ها
اللهم صل على محمد وآل محمد. أخواني الأعزاء، نقلنا لكم مسجد حسينية فاطمة الزهراء عليه السلام في ناحية جصان التي يتردع عليها آلاف أو عشرات الآلاف من الزائرين سنويا. طبعا هاي الحملة تختلف على باقي الحملات، مثل ما جاي تشوفون حملة مكونة من أطفال صغار. قبل أسبوع اجوا من مهران، منفذ مهران الحدودي إلى كربلاء المقدس، واليوم طبعا إن شاء الله رجعوا أهلا وسهلا بهم ورجعوا بالسلامة إن شاء الله. طبعا يكون حملتهم من حافلتين، حافلة للبنات وحافلة للأولاد، جزاهم الله خير الجزاء. ونشكر الشكر الجزيل للإخوان الأعزاء العاملين في مسجد وحسينية فاطمة الزهراء كل ما يبذلوه، مثل ما جاي يشوفون الإخوان المأدبة للأخوة الأعزاء من الحملات، من حملات الزائرين، جزاهم الله خير الجزاء. الجو حار والمطبخ حار وهم كلهم متواجدين هنا، جزاهم الله خير الجزاء. نسأل من الله سبحانه وتعالى يوفقهم. طبعا دائما نناشد هذه الحسينية تحتاج بعد دعمكم أخواني الأعزاء، وإن شاء الله صدقة جارية في ميزان أعمالكم، جزاكم الله خير الجزاء. ونكتفي بهذا القدر أخواني، ونستودعكم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.